بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات. مرة أخرى تجدد معكم مؤسسة محمد الزرقطوني للثقافة والأبحاث سلسلة إطلالاتها التواصلية في سعيها نحو تكريس الاحتفاء بالمناسبات الوطنية الخالدة التي ظلت تشكل مرجعا لنا في التفكير وفي المبادرة وفي الحلم. نتواصل معكم اليوم بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير من سنة 1944. نتواصل معكم ونحن نستحضر معالم الجهاد السياسي الذي أطرته الحركة الوطنية المغربية في مسارها الكفاحي ضد المشروع الاستعماري التدميري. نتواصل معكم ونحن نقف وقفة تقدير واحترام كبير لذكرى موقعي وثيقة 11 يناير، بعد أن جعلوا منها محطة فاصلة في تاريخ النضال السياسي ضد الاستعمار. فهذه الوثيقة تشكل نهاية مرحلة المطالبة بالإصلاحات، وهي المرحلة التي طبعت فترة ما بعد انكسار حركة المقاومة المسلحة الأولى في البوادي والجبال، مثل حركة أحمد الهيبة ماء العينين بالجنوب، ومحا أحمو الزياني بالأطلس المتوسط، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي بالريف، وعسو بسلام بالأطلس الكبير. كما أنها بداية عهد التعبئة من أجل الحرية والاستقلال، بعد أن استنفدت مرحلة المطالبة بالإصلاحات أدوارها المحدودة في الزمن وفي الامتداد، وبعد أن التقت إرادة الأمة وعلى رأسها الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه في العودة إلى مربع الحرية وإلى دائرة الاستقلال وإلى أفق السيادة. لقد استغلت الحركة الوطنية المغربية بذكاء كبير ظروف نهاية الحرب العالمية الأولى، وكذا مخرجات أنفا لسنة 1943، والذي حضره كل من السلطان محمد بن يوسف والرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، من أجل وضع المنتظم الدولي أمام مسؤولياته وأمام التزاماته، وهي الالتزامات التي لم تعد لتقبل بالنزول عن سقف المطالبة بالاستقلال ولا شيء غير الاستقلال. أيها الإخوة الكرام، أستحضر اليوم دلالات مؤتمر أنفا وملابسات انعقاده وحيثيات استغلال الدبلوماسية المغربية ملكا ووطنيين لقراراته من أجل الترافع حول القضايا الكبرى للوطن. وبطبيعة الحال فهذا الترافع أمام القوى الدولية هو الذي أفرز رأيا عاما أمميا ساند المطالب المغربية المشروعة في الحرية والاستقلال. أستحضر هذا الترافع الوطني النبيل ونحن نتابع تجند الدبلوماسية المغربية اليوم من أجل دعم الحق المغربي في أقاليمه الصحراوية المسترجعة. لقد عشنا خلال أسابيع القليلة الماضية أحداثا كبرى غيرت مجرى الصراع المرتبط بقضية الصحراء المغربية، ولعل من العناوين الكبرى لهذا التحول اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح وغير مسبوق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في خطوة اعتبرها المراقبون والمتتبعون انتصارا باهرا للدبلوماسية المغربية وتتويجا للجهود النيرة لعاهلنا الهمام الملك محمد السادس نصره الله وأيده في سعيه لتحسين
وحدتنا الترابية. تذكرنا هذه الحالة التي تعززت بمبادرات أخرى غير مسبوقة، مثل فتح العديد من الدول العربية والإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية لقنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، بحالة الاستنفار الواسع التي خلفتها وثيقة 11 يناير، ليس فقط بالنظر لمضمونها التحرري الأصيل، ولكن أساسا لدورها في تعزيز لحمة الانتماء الوطني الذي اجتمعت عليه كلمة الأمة في شكل صرخة مدوية أدت إلى هز أركان الاستعمار بقوة. بعد أن مهدت الأرضية الصلبة للنضال المفتوح والشامل في إطار حركة الفداء التي صنعت ملاحم ثورة الملكي والشعب، هي إذن نفس الروح ونفس الحماس ونفس الوفاء ونفس الإخلاص. باختصار، هي نفس المعركة المقدسة التي تستحق أن نضحي من أجلها بالغالي وبالنفيس، دفاعا عن قدسية انتمائنا الجماعي لهذا الوطن الكريم، وطن الإباء والشموخ. رحم الله رواد وثيقة 11 يناير، ورحم الله كل شهداء معركة الحرية والاستقلال. والمجد والخلود للمغرب العظيم، ولرجال المغرب ولنسائه الذين يصنعون توهجه الدائم والمستدام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.